انا معاكم النهارده في فلوج رقم 4 من اون ذا ران على بوابات اسكندريه عشان نحضر الايفنت بتاع الجزيره اللي هيتعمل في اسكندريه. النهارده متجه انا ودكتور ايمن مع بعض متجهين هنحضر النهارده الايفنت. النهارده دلوقتي الساعه كام؟ الساعه 6 تقريبا، الساعه 5 ولا بقت كام؟ دلوقتي الساعه 6 الا 10 الفجر، واحنا متجهين في اون ذا ران بنشرب القهوه وهنتجه على البوابات. خليكم معانا عشان هنناقش مواضيع مهمه في الطريق، طريقنا طويل ومواضيعنا كتير. اتجهنا من اون ذا ران وطالعين دلوقتي اهو داخلين على البوابات. الساعه بقت 6:10. ناخدكم يا اما البان سويسرا يا اما نروح بلبع على حسب بقى التوقيت اللي هنوصل فيه، عشان انا ميت من الجوع من دلوقتي. دكتور ايمن اكيد هو غالبا البان سويسرا يعني هو غالبا. بص انا اللي اعرفه عملت تليفون وسالت البان سويسرا قالوا ان هم بيفتحوا الساعه 8، فاحنا بقى ايه انا صاحي معاكم الصبح تلاقوه. ايوه احنا طول الطريق احنا صاحيين خالص، لسه الدنيا هتسخن النهارده. احمد نبيل وايمن القهوه مع بعض. استر يا رب، استر يا ربنا 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 استر. قدامنا حوالي ساعة ونص عشان نوصل بإذن الله، فقلنا نتكلم في حاجة مفيدة. فأنا كنت حابب أرد عليكم في حتة إن أنا رأيي اللي يتقال في الريفيوهات بتاعت الليكو، انا ما زلت شايف ان برضو مش صح ان انا اطلع اقول لكم رايي في الفليفرز وفي طعمها، لان انا شايف ان برضو دي حاجه شخصيه وتفضيلات شخصيه. وانا هو معايا دكتور ايمن فاهم يعني ايه برضو لسان كل واحد بيختلف عن التاني، يعني ازاي بيمتص الفليفر في حاجات كتيره جدا مختلفه من واحد للتاني. بالظبط، يمكن حتى ساعه ما احمد كتب على صفحه مادنس ان هو عايز ايه رايكم يا جماعه، هيكمل في الريفيوهات كده من غير ما يقول تقييم المنتج من ناحيه الطعم ايه. فانا دخلت عن نفسي وقلت لا، يعني انت بتعمل اعلان للمنتج نفسه، انما علشان تقيم اللاين او تقيم الطعم محتاج كذا حاجه، محتاج كذا حاجه، مش حاجه واحده بس، محتاج انك انت تجربه على اكتر من بيلد، محتاج تجربه على اكتر من كويل، اكتر من وات، اكتر من تانك، وفي كل حاله دي يا دكتور لازم تكتب. بالظبط، تكتب طبيعي، يعني انت حسيت بايه؟ لان انت هتنسى. بالظبط، انما تطلع النهارده معاك ليكويد وانا هعمل التقييم، تروح عامل وكايه وشارب، الله الطعم جميل. اه جميل من ناحيه ايه؟ طيب بالنسبه إيه لمين؟ ايه جميل من ناحيه ايه اولا لمين؟ وبالنسبه لمين ثانيا؟ ما معنى كلمه جميل؟ انا عامه لما بحب اتكلم مثلا في اي حاجه بدي مثال يكون الى حد ما اقرب من الواقع، يعني مثلا اتكلم على الجمال، فدرجات الجمال زي الطعم، لسانا غير لساني. انا لسه دلوقتي مثلا دوقت ليكويد معين لاحمد عجبه جدا جدا، في حين ان هو مش عاجبني. فهنا مش معنى انه مش عاجبني ان الليكويد هو اللي وحش او الليكويد هو اللي طعمه مش ظريف، لا، هو الفكره كلها ان لساني انا مش حابب الطعم ده. فما ينفعش اقيم منتج كده وخلاص، انا طالع بقيم منتج فهقول لك اه ده اللاين ده جميل، لا ما ينفعش. فدي النقطة اللي بتكلم فيها مع احمد فعلا انا بشجعه عليه. هو ده اللي انا استندت عليه، ان انا مش هينفع فعلا يا جماعة، انا بعتذر لكم، الناس اللي كتبت ان انا عايزين ده كانوا اكتر من اللي قالوا لا، بس انا فعلا يعني لما بقيت افكر فيها من ناحية يعني تسويقية ومن ناحية عقلانية ومن ناحية المنطق، يعني مش هينفع اطلع اقول حاجة خاصة بيا انا وحاجة شخصية بحتة. هي دي النقطة، لان زي ما قال الدكتور انا عايش اديكوا تقييم صح في حاجة زي كده، وبرضه هيبقى شخصي بحت، مش هيبقى في اي حاجة استنادا لاي حد ممكن يعتمد عليها ان هي تكون مرجع ليه، لان دي هتبقى برضه شخصية بيا انا. ان انا هجرب مثلا الكويل على وان اوم سي مثلا، هعمله وان اوم وهجرب الفليفر وهجربه على ديفرنت واتس، وكل وات هشتغل عليه هكتب تجربتي معاه، حسيت ايه اللايرز، حسيت ايه الفليفر، الافتر تيست كان عامل ازاي على الوات ده مع الكويل ده، وانقل على كويل تاني 0.7 مثلا وبرده اشرب على ديفرنت وات، وبعد كده اكتب تقييمي لكل وات، وبرده في الاخر بعد المجهود ده كله وبعد الشغل ده كله يا دكتور انت هتيجي تلاقي نفسك في الاخر دي حاجه تخصني انا، لا وفي حاجه شخصيه كمان. وفي كمان نقطه ثانيه، طعم بيختلف من تانك لتانك، يعني انت ممكن تشرب مثلا على تانك ال طعم ما عجبكش، هو نفس الليكويد
تشربه على الام تي ال يعجبك. ايه الفكره؟ تقييم الطعم نسبي، خلي الطعم نسبي. انما اللي يقدر يتكلم فيه مثلا الماتيريالز نفسها المستخدمه، سعر اللاين، ان هو بيوضح لك حاجات الاماكن اللي بتبيع فيها، العلامه التجاريه، تطلب اللاين ازاي، الخدمات بالظبط كده، الاحجام المتوفره، سعره، عشان لما تروح عند حد تلاقيه عامل سعر مختلف، بتعرف انت المنتج ده سعره ايه. فهو وهسألك سؤال بقى، فلنفترض النهارده انت طلعت قيمت زي الناس ما هي طالبه، وقلت الله ده الستروبلي تشيز كيك دي من اللاين الفلاني اللي عاملها ايمن رائعه جميله، الناس ابتدت تشتريها خلاص. فلنفترض ان في حد ما عجبتوش، هل تعتقد ان هو هيهاجمك انت انك انت بتسقف وتطبل اللي انت فاهمه الكلام ده كله، واو انت واخد فلوس وبتاع فلازم تظهر المنتج، ولا هيقولك اه انت اديت تقييمه الحقيقي؟ هيتهم مين؟ هيتهمك انك انت بتسوق وبتعمل، لا. فدي ليها ناسها، فدي نقطة. لو احمد نبيل عمل دي مش هينفع، لان هو اساسا هو رافضها، بس عايز حد يشجعه. يعني هو رافض الفكرة، بس اللي هو طب يا جماعة قولوا لي اعمل ايه، لان في برضه لاينات طلبت منه يا عم قول رايك. اه طب ما انا هقول رايي انا الشخصي، فده مختلف، السوق مختلف طبعا، السوق العام مختلف. ما تقيمش اللاين من ناحيه الطعم، كانش قال لك ارضاء الاسواق هي وكده بالظبط. كل اغلب اللاينات او 80% من اللاينات اللي موجوده في السوق عندها مزهر سميل، عندها توباكو كراميل، بس ما فيش اتنين مننا ممكن يجتمعوا، مش هنقول اتنين يعني مش عايزين نقول ارقام، ولكن مش هيجتمعوا، لا 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 انا بحب المزهر سميل بتاعت فلان دي جامده، التاني يقول لك لا يا عم انا دوتها وحشه، ده بتاعت فلان هي اللي جامده، مع ان هما الاثنين مصدر سميل. ده بيحصل في الاكل، انت ممكن تروح تاكل فراخ مشويه عند حسن بتاع وتروح تاكلها عند ابو رامي مثلا برضو بتاع الكباب، تلاقي طعمها هناك مش حلو، طعمها هناك احلى، وواحد بياكل عند ابو رامي يحس ان هو ليه احلى. بالظبط، هي الفكره ذوق برضو، بنلف وندور في نفس النقطه، عايزين نغير الثقافه. اللي عايز يقيم لاين التقييم من خلال ريفيو، لان هتبقى عمليه صعبه جدا جدا جدا. انا بقيم المنتج، عندك واحد مثل حي موجود حاليا في السوق وبيحصل بدون ذكر اسماء، بعت لحضرتك وانت وريتني على الماسنجر بتاعك التاريخ كام؟ شهر 12 اللي فات، اخر 28/12/2017. عايز تعلم الضاي، عايز تعلم الضاي النهارده بيقيم منتجات ازاي يعني اذا كنت انت ان في لاينات بتبعت له ده عشان يعمل لها ده. طب انت يعني انت بتضحك على الناس ولا بتضحك على نفسك ولا بتضحك على مين؟ لما تدي بيجنرز، مش هقول اطفال او ناس لسه صغيره في السن او بس هقول بيجنرز، يقيموا لك لاين بقاله اكتر من كام سنه في السوق، يعني مش منطق خالص بصراحه. في معانا ناس قديمه، احمد نبيل اول ليكويد اتعمل في مصر كان مادنس، اول لاين اتعمل في مصر كان مادنس، دي حقيقه مفيش حد ينكرها، مفيش حد ينكرها، ده اول لاين احنا كلنا شربنا من اللاين ده. فلما يجي النهارده احمد نبيل اول لاين في مصر ويقول انا مش هقدر اقيم الطعم، يعني ما ينفعش حد بقى يجي بعد يقول لك انا الطعم ده ممتاز. ممتاز ليه؟ مش ليه؟ ما انت ممكن تطلع النهارده في نفس الريفيو اللي انت عملته، انا اطلع لك كل اللي انت قلتهم دول اطلعهم لك غلط. تكمل المسجات اللي كانت بتجيلي او التليفونات اللي بتجيلي او وانا واقف في الرومانتك وبتكلم مع الناس، بيجي حد يسالني عن فليفرز اشتري ايه؟ لا يا بابا انا مش هقدر افيدك في دي خالص، دي مش بتاعتي. يقول لي لا ما انت ممكن تنصحني بالحاجه اللي ماشيه في اللاين مثلا. اقول له لا برضه، حتى لو قلت لك ده برضه مش ده مقياس ان دي حاجه كويسه او دي حاجه حلوه او وحشه. فما ينفعش ان احنا نقيم طعم لللاين، نقدر نقول مثلا بالنسبه لي انا طعم عاجبني وطعم كويس، طعم ممتاز، طعم حلو، طعم. في النهايه هو تقييم شخصي، ما تقدرش تجبر غيرك ان تقول له لا ده ممتاز يبقى اللاين ده. لا لا، وخلوا في نقطه تانية، الفيب متعه، فبلاش نخسرها. شويه ريفيوهات ملهاش اي لازمه، يعني مش كل واحد النهارده طالع عامل فيديو ويطلع ويتكلم. طب انت ايه المعلومه اللي عايز توصلها لي؟ ارجوك انت لو شايف نفسك بيجنر وعايز تاخد معلومه، دور ورا اللي انت بتاخد معلومتك منه، اعرف انت بتاخد معلومتك من مين. ما يبقاش واحد لسه بقاله اسبوع ويجي يعمل فيها فيلسوف عليك ويتفلسف عليك ويقول لك معلومات قد تضرك مش تفيدك. صح، اعرف بتاخد معلومتك من مين، لان هو ده اللي هيعرف يدلك صح. لما تيجي تسال مثلا، تقول انا النهارده هكلم واحد زي مثلا اونز واساله على معلومه
انت كده راجل عرفت توصل لمين اللي هيديك المعلومة الصح. لما تيجي الدكتور ايمن تسأله على حاجة في الدي اي واي او في الفليدرز او او انت بتاخد معلومتك من مصدر موثوق. صح. لكن لما تروح لواحد لسه بداخل بقاله يومين, طب انت ازاي بتثق في كلامه؟ انما لما يجي احمد النهارده يعمل ريفيو, يعني كان عامل ريفيو لتانك مقارنه الكيفون برايم والكيفون 4 والكيفون لايت تقريبا, كان عيله الكيفون اللي هي عيله الكيفون. عايز اقول لك انا استمتعت, انا اتعلمت حاجه, يعني انا معايا الكيفون 4 شوف ليه قد ايه والكيفون لايت ليه قد ايه, اتعلمت منه, فهمت ايه الفرق بين ده وبين ده وبين ده وبين ده, شكل المسمار عامل ازاي, حاجه انا ما خدتش بالي منها, ربطه السلكه دي بتتربط كذا ودي بتتربط كذا. الله, طب انا معايا التانك وكل كام يوم بعمل. لا بس انا اتعلمت منه ليه, هو اكثر خبره في النقطه, فياريت كل واحد عنده خبره في حاجه معينه تكلم عليها سيدي, بس تتكلم عليها وانت على ارض ثابته, مش النهارده عامل لي ريفيو التانكات, بكره عامل لي ريفيو المدات, بعد بكره عامل لي ريفيو البتاع, وانه فاجئ او انا يعني انا فوجئت, بدخل على الفيس عندي لقيت نفسي انا مكلمك في شهر 12 بعلمك الضاي, يعني لا ما ينفعش. صح. ما ينفعش. صح. ينفعش. يعني احمد يمكن ما بدأش يعمل اعلانات لللاينات, شوف ليه كام سنة, كام سنة يعني الراجل, جماعة يعني مش علشان قاعد معاه بس فعلا اول لاين في مصر بدأ يعمل ريفيوهات لللاينات النهاردة, فانت بتتكلم في ايه, انت ابن مبارح. بلاش حب الظهور, بلاش ان انا ابقى طالع وعايز ابقى مش عارف ايه, يا سيدي انت ادمن في جروب, كملت شهر, كملت اتنين, كملت سنة بتاعتك انت, وانا دلوقتي بتكلم لليوزر الجديد, خد معلومتك, خد معلومتك اللي انت عايزها من اي حد فاهم في اسم, ادخل على تشانل على اليوتيوب يا سيدي عليها 5000 متابع, 6000 متابع, 10000 متابع, 20000 كده, انما مش واحد النهارده عامل قناه ليها شهرين ثلاثه عليها 700 وعليها 700 واحد وانت داخل تاخد منه معلومات, في واحده عليها 75 سبسكرايب. لا ما تاخدش معلوماتك من هنا, عندك الجروبات مفتوحه, عندك الناس اللي بتساعد, تعالى ادخل رومانتك, اقعد في رومانتك, شوف المساعده اللي هتتقدم لك عامله ازاي, اطلب احمد نبيل, اتكلم احمد نبيل على الخاص شوف هيرد عليك ويقول لك ايه, اساله, مش هيبخل عليك بمعلومه, انا ما تجيش النهارده اللي بيعرف يصلي, يعني انا على اليوتيوب برد, على الفيسبوك برد, على الواتساب برد, على كل حاجه ممكن بالظبط, والناس كلها بترد, الناس كلها بتساعد, بس معلومتك بتاخدها منين, خدت المعلومه دور عليها وافهمها واحسبها بعقلك وجرب, لقيتها مناسبه تبقى مناسبه ليك والمعلومه صح. طيب فلنفترض ان انت عملتها ومن غير مناسبه ليك, معنى كده ان معلومه احمد او ايمن غلط؟ لا, ممكن تكون مش غلط بس هي مش مناسبه ليك. بس كان معاكم ايمن واحمد. وصلنا اخيرا بعد عناء الطريق البلد سويسرا, لازم اعدي عليه اول مره في اسكندريه, ما بقدرش. تعالوا نشوف اللي طلبناه, نفطر الساعه دلوقتي الساعه 8:05. ايه رايك في الشك؟ قول لي مربيه, قول لي الريحه عامله ايه؟ لا الريحه حدث ولا حرج. اللحمه بالجبنه والبيض بالبسطرمة بالجبنة وبطاطا الصوابع بالجبنة وسجق بالجبنة ولحمة تاني بالجبنة وادي العيش وكلنا السلطة وادي المخلل. طبعا عشان هجوم هجوم. انها الجريمة يا سادة بصراحة لا يقاوم. اصبر ده واحد بعد ما كل, بص شكله ده شكله فصل خلاص. دكتور ايمن مستمر معايا لا لسه. مش حاجة مش هتقدر تقاومها, هي فظيع صح. تسلم افكارك يا احمد حبيبي. الف خلصنا اكل وخلاص وخمنا ونفسنا ننام. مش قادر. لا اتكلم عن نفسك, انا مش نفسي انام. انا راجل لسه مفضل. لا يا باشا انا معاك يومين تاني. بس بصراحه لا, موضوع الاكل لا 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 لا, لا لازم تجربوه. يعني جبنه غير طبيعيه. احمد نبيل قدم اختراع النهارده, انا بحييك بحييك. الف هنا ربنا يخليك يا رب. اول طلوع لينا على البحر, طبعا الجو في منتهى الجمال, درجه الحراره 18, السماء صافيه والجو تحفه, الشوارع فاضيه.
واخيرا لقينا شقه في منتهى الجمال. طلعت الدكتور ايمن وحماده على الشقه وانا رايح اجيب حاجات من القسم واطلع لهم تاني على طول. جبت الحاجه من السوبر ماركت ورجع دلوقتي على الشقه. هطلع اتفرج على الفيو من فوق، شكله رائع. ده حمدي من اجمل الشخصيات في اسكندريه، الراجل ده حبيبي. دخلنا من باب الشقه اهو، دي الشقه اهي. طبعا اللي شاف الفلوج اللي فات اكيد شاف وضع الفندق اللي انا كنت فيه. طبعا الوضع هنا مختلف تماما وكليا. تعالوا بقى نبص على الفيو بتاع الشقه دي. ساعة دلوقتي 10:15 بجد المشهد تحفة. بص اللي نزل المية يا ابن البلد ده. الحق ده بيعوم. درجة الحرارة دلوقتي بقى ده كمان بقى مش طايق هو فيني. الحق ده بينام على ظهره. هو مستمتع بالجو. هو المكان بتاع الايفنت هنا اهو يا نهار اسود. ده هو ده سانتوس اهو. وادي اللسان. لا اصل لو سانتوس يبقى ده اللسان اللي احنا هنعمل عليه. تقريبا اه. هيجيب لنا البوست اكيد عشان نشوف اذا كان هو فعلا في سانتوس، لان لو في سانتوس هتبقى كده حاجه جميله جدا ان هو قدامنا بالظبط. بصوا الراجل اللي ماشي على السباق ده اتهبل تقريبا. هو راجع بيدور على حاجه مش لاقيها تقريبا. كلم حمزه احسن. قبل سبورتنج ده هو يعتبر عندنا. ما طلعش هو اللي هنا اللي عندنا، طلع اللي قدامنا على بعد 12 كيلو تقريبا. بس هو شكله مش هيفرق كتير قريب، لان يعني على اللوكيشن بص يا باشا نفس المنظر نفس اللسان هنا. يعني ده اللوكيشن المفروض بتاعه وده المكان اللي احنا فيه، ده اللوكيشن التاني اللي احنا موجودين فيه دلوقتي. هو نفس المنظر هو اللسان ده. بس ده طالع له لسانين من بره، التاني طالع له لسانين من جوه. اللسانين دول استنى نوريهم لهم على الحقيقه. ادي اهو، ادي اللسان واحد منهم اهو، واللسان التاني اللي هو ورا الكافيه. صباح الخير عليكم. راحت علينا النومه والساعه 6 وقايمين نجري عشان نلحق نروح الاوتنج عشان بدا من الساعه 4، فيا دوب نلحق ننزل بسرعه ونجري على هناك. اهو طريق طويل جدا لغايه معايا ابراهيم البدري حبيبي يا بدر. كملينا اهو في الطريق لسه ما وصلناش. طريق طويل اه بس حلو. بدري بدي فريشة بيطور من نفسه وقال لي مش جاي الاول. نور الاول كله يا باشا حبيبي. اشوف بعد ما خلصنا الاوبن جينا على الهوا وبنلعب. سيدي عايز يلعب ستريشن دلوقتي. انا هقعد 3 يلا 3 الفجر اطلع كلنا صايم.
انا بلعب طاوله اهو، انا مقطع. واخيرا رجعت الاوضه بعد يوم شاق جدا 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 ودوشه جدا جدا، بس بجد انا ببقى مبسوط جدا وانا مع الناس ووسطهم وبنتصور وبنهرج وبنضحك وبنعمل كل اللي نفسنا فيه. دلوقتي الساعة 5:15 الفجر، انا رجعت على الاوضة ومعايا حمادة ودكتور ايمن، سبناه قاعد مع اصحابه وهيخلص قعدته ويجي لنا ونشوف اذا كنا هنتجه دلوقتي ولا هنتجه كمان شوية، اكيد هقول لكم. خليكم معايا لاخر الفلوج عشان عايزين برضو نسمع رأي دكتور ايمن لما يجي في الايفنت كان ايه اخبار. زي ما وعدتكم اهو دكتور ايمن رجع من برا. مساء الفل يا جماعه، صباح الخير. صباح الخير. احنا دلوقتي الصبح اهي، الساعه دلوقتي 6:30 و5 اسكندريه بقى والسهر ولعب الطاوله. على فكره انا غلبتهم في الطاوله يا راجل. الاثنين شادي 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 فرج شادي فرج واحمد الدمار طويل. ايه رايك الدكتور كان في الايفنت النهارده؟ السؤال بمجمل عام يعني مش هنقدر نقول ان هو وحش او هو كويس، الناس تعبت فيه عملت فيه مجهود جامد، ولكن كان في اخطاء من وجهه نظري الى حد ما جوهريه شويه. اختيار المكان لما تحط الصور بتاعه المكان، انا عامل حساب ان هو في مكان طويل في اضاءه كبيره، لا المكان الاضاءه كانت مش على طول، كان اللي اتصور حاجه المكان اللي اتعمل فيه الايفنت حاجه ثانيه. مشكله كبيره جدا كانت موضوع الميه، ان الجو كان برد جدا، المفروض ان احنا في اسكندريه يعني هنقعد على الاقل لغايه 11 12 واحدة، الناس من الساعه 9 بدات تلم، الاضاءه ما كانتش كويسه يعني نخلي بالنا منها المره الجايه. ستيج كان معمول في بدايه المدخل فكل الناس متجمعه هنا، الجزء اللي ورا ده كله محدش بيروح له، مهمل تماما، محدش داخل جوه، المكان مفتوح فكان الجو برد جدا. انا عن نفسي سبت المكان من جوه فضلت قاعد يعني من بره وقعدت جوه، دخلنا جوه قعد ميه بقى، تخيل انت الموجه الميه جاي عليك يعني بعد 10 دقايق انت واقفهم انت مش شايف حاجه بالنظاره، فتشيل النظاره تقعد تمسحها من شده الميه. فدي حاجه قوي جدا، الرصاص كان عادي. فدي حاجات هي مش بايديهم مش بايدهم، بس هو لو كانت عمل جوه كان هيبقى افضل بكتير جدا من الاضاءه من الوقت للوضع ده، يمكن التعليقات اللي انا شايفها. وان شاء الله ان شاء الله الايفنت اللي جاي اللي هيتعمل هم اللي هيعملوا برضه هيبقى احلى واجمل من ده بكتير. استمتعت جدا 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 عند الفلاح النهارده، كبده يعني اكلنا كبده بقى ضربنا. انا كنت صايم واللي فطرنا احمد نبيل يعني هو عند سويسرا البلد سويسرا، بس بصراحه لا تقاوم الف هنا حبيبي يا احمد. انا والله اتبسطت جدا بالرحله، الرحله دي اول مره اطلع انا ودكتور ايمن مع بعض في رحله زي كده ونقعد مع بعض، فكانت يعني بجد بصراحه خفيفه يعني احلى حاجه بجد يا جماعه. اللي ما يعرفش احمد نبيل حبيبي والله مش مجامله، بس اللي ما يعرفوش اتمنى اقضي يوم مع شخص يعني مش عايز اقول لك جميل رقيق دمه خفيف، لا يعني بصوا استمتعنا. لا هقول لك بس احنا استمتعنا يعني لا مش ما اعرفش انا الالفاظ يعني انا حد مسخره يا جماعه. لا يعني ضحك 24 ساعه من ساعه ما طلعنا من القاهره لغايه دلوقتي احنا ما بنعملش حاجه غير ان احنا بنضحك ما بننامش مش عارفين ننام على فكره. احنا المفروض راجعين تعبانين وهلكانين ومصدعين بس مش عارفين ننام، احنا مبسوطين بالقعده والوقفه يعني تعالى اقعد كده ازقزه لب وشاي وكل اللي انتوا عايزينه وضحك. يعني الواحد بص الاقينا ايه بتبكي من كتر الضحك. يلا هنرجع لكم تاني واحنا على الطريق مراجعين القاهره. كله اتحرك اهو هنتجه وراهم دلوقتي. الحمد لله على السلامه. الحمد لله على السلامه. وصلنا القاهرة الحمد لله، الساعة دلوقتي 1:15 خلاص اهو متجهين، الدكتور هينزل بس قلنا ايه نسلم عليكم قبل ما ينزل عشان ننهي معاكم الفلوج. بصراحة فاتكم كتير بس احمد نبيل هيفضل معاكم على طول، وامسكوا في ايديكم واسنانكم الراجل ده كمان. الراجل ده يا جماعة حاجة بجد بجد احلى يومين قضيتهم في حياتي مع احمد نبيل، يومين جمال جدا جدا جدا، واحلى مدنس حبيبي يا رب يا رب يا رب يا رب ان شاء الله نكررها تاني ان شاء الله باذن الله باذن الله.
كل سنة وانت طيب. هنتابع معاك ولو عملناها ان شاء الله. دكتور ايمن مشي خلاص، بجد كانت رحله في منتهى الجمال، وكانوا يومين حلوين جدا جدا. الواحد ضحك كتير وهرج كتير، بقالي كتير ما كنتش بضحك كده. استمتعنا بالرحله، واتمنى ان الفلوج يعجبكم وتستمتعوا بيه كمان معانا، واشوفكم على خير في فلوجات جديده ان شاء الله. وما تنسوش اللايك الجامد جدا لو عجبك الفلوج، وما تنساش برضو الشير واللايك والسبسكرايب، ويا ريت تسمعونا كومنتاتكم. انا الفتره اللي فاتت دي ابتديت اتفاعل مع كومنتات اليوتيوب اكتر من الفيسبوك، ما تحرمونيش من كومنتاتكم. والحمد لله على سلامتنا جميعا، اشوفكم على خير. كان معاكم مهد ناس.